بسم الله، عندنا تمرينات الكارديو، عندنا 10 دقايق في أول التمرين وعشر دقايق في آخر التمرين، فعشان احنا في الأسبوع التاني في المستوى التالت، فدلوقتي احنا بنستهدف إن احنا عندنا 20 دقيقة لتمرينات الكارديو، 10 في أول التمرين و10 في نهاية التمرين، أو إن أنا أمشي كل يوم من 30 لـ60 دقيقة في وقت بعيد عن وقت التمرين. ممكن أمشي في الصباح الباكر واتمرن في اخر النهار او العكس. انا بعمل تمرينات خفيفه خالص، مشي او جري في المكان او جنبات، او حتى لو عندي اي جهاز من اجهزه الكارديو بشتغل عليها بشده متوسطه لمده 10 دقائق.